السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنياء من الألف إلى الياء. النهاردة إن شاء الله فيديو الإجابة الأول لنا في القناة، ويعتبر هو الفيديو السؤال الثاني، يعني أي حد عنده أي سؤال يتفضل يكتبه أسفل الفيديو في التعليقات، لأن الفيديو للسؤال بتاع المرة اللي فاتت ده هيتم إيقاف التعليقات عليه خلاص، هنجاوب على الأسئلة بتاعته النهاردة كلها بالكامل إن شاء الله في الفيديو. دي الأسئلة اللي وردت في الفيديو، هنبدأ فيها من أول سؤال. أول سؤال: المساحة للأغنام كيف أحسبها؟ المساحة للغنم، لو الغنم عندك بترعى طول النهار، طول النهار في مرعى خارجي، بترعى طول النهار وتيجي فقط لا غير على المبيت، على المبيت بس ممكن تستكفي بواحد متر لكل راس، يعني لو معاك 100 راس تبقى مساحة المبيت 100 متر. طيب لو الأغنام لا مربوطة باستمرار داخل المزرعة، داخل الحظيرة، ما بتطلعش بره، يبقى اقل حاجة تخلي 2 متر، 2 متر لكل راس. طبعا كل ما تكبر المساحة كل ما يكون افضل للغنم من ناحية التهوية ومن ناحية النظافة ومن ناحية سهولة النظافة عليك كمان. الارضية مش هتتوسخ بسهولة، هتاخد وقت طويل على ما تتوسخ، وبالتالي هتبقى النظافة كل فترة. اما كل ما صغرت المساحة كل ما تحتاج نظافة باستمرار. فالمساحة كحد أدنى 2 متر لكل راس. السؤال الثاني: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل من الضروري حقن الأمهات مباشرة بعد الولادة مضاد التهابات للرحم؟ مش هقول لك مهم ومش هقول لك ضروري، يعني هو على حسب رغبتك أنت. يعني في ناس بتحب تحقن الأمهات بعد الولادة تجنبا لحدوث حالات التهاب في الرحم، يعني لو حقنت هو كوقاية، انما هو مش ضروري. ناس كتير ما بتحقنوش خالص، والحمد لله الغنم تمام التمام، هو كوقايه تحسبا لحدوث اي التهاب للرحم. النعجه او المعزه بعد ما بتولد بتكون عرضه لانها تصاب بالتهاب الرحم، فبتحقن مضاد حيوي او اللي هو مضاد التهاب للرحم عشان ينظف الرحم معاها وتحمي الرحم من حصول اي التهابات. فلو حقنت متوفر عندك وسهوله في الحقن مفيش مشكله، مش متوفر بقول لك مش هو مش لازم مش ضروري عشان بعد الولاده، مش لازم تتحقن بعد الولاده يعني. السؤال الثاني: عندي 16 حمل و12 نعجه، بعد شهر اسبوع من الاخبار الجيده على العلف المركز، قلت شهيتهم للعلف المركز، هل السبب عدم اعطائهم بكربونات الصوديوم؟ انت كاتب انها تنوع كثير من الشعير الطري المرعى، يعني معنى كده ان هي بترعى. انت الغنم ممكن طالما بترعى، انت لو عاوز تسمين، انت لو عاوز تسمين سريع لازم تدي وجبة العلف الأول اللي هي 3% من الوزن في اليوم كله، 1.5 الصبح و1.5 بالليل، 1.5% مش 1.5 كيلو. يعني لو هي 50 كيلو ليها 1.5 كيلو علف في اليوم. طبعا أنا بتكلم على التسمين السريع، تسمين سريع مثلا خروف وزنه 50 كيلو يبقى ليه 1.5 كيلو في اليوم، 1.25 كيلو، 1.25 كيلو بالليل. لا والله أنا أمهات بنرعى وبناكل وجبة علف آخر النهار مفيش مشكلة، يبقى ترعى طول النهار. اللي هياكله اخر النهار على حسب المرعى، المرعى غني والحمد لله كلوا وشبعوا في المرعى، طبيعي مش هياكل علف، طبيعي مش هيقبل على العلف كتير لما يجي اخر النهار. اما لو انت محتاج تسمن وبترعى يبقى اكل العلف الاول في المزرعه وبعد كده اسرح بالغنم، ارعى الغنم، يعني تاكل وجبه العلف الاول وبعد كده ترعى الغنم. يبقى اكلت وجبه العلف هي المسؤوله عن التسمين، وجبه العلف المركز هو المسؤول عن التسمين مش المرعى. فانت لو بتسمن عاوز تسمين سريع بتاكل وجبه العلف الاول في المزرعه وتطلع ترعى بالغنم، تكمل من المواد الملقى في المرعى. لا والله مش عاوز تسمين سريع يبقى انا بنرعى بيها طول النهار وبنيجي اخر النهار بندي وجبه علف زي ما ياكلوا، على حسب كلوا من المرعى حلو، المرعى غني وفي اكل كويس، كلوا شبعوا هياكلوا علف بسيط، لا ما اكلوش وشبعوا جايين جعانين من المرعى هياكلوا علف كتير. اما حكايه البيكربونات لا ملهاش علاقه، البيكربونات في العلف ملوش علاقه، البيكربونات ده عشان يمنع حدوث عسر الهضم، يمنع حدوث اللكمه البشمه التخمه، كل دي مصطلحات بتتقال على عسر الهضم. ممكن جدول تحصينات للاغنام؟ للاسف والله انا التحصينات ما بستخدمهاش، فعاوز تسال انا زي ما ذكرنا 100 مره انا مش دكتور بيطري ولا مهندس زراعي. أنا مهندس ميكانيكي بس ده شغل طبيعي في الغنم، فأنا بديك الخبرة العملية اللي عندي.
لكن مش ملم بكل الجوانب ب 100%. انت عاوز تحصينات انا ما بستخدمهاش عموما لا غريب، ما بقولكش ما تحصنش، لا حصن طالما في امراض وبائيه، في مرض منتشر مستوطن عندك ومنتشر حواليك لازم تحصن. ما فيش يبقى ما فيش مشكله، اهتم بالعلفه الكويسه والرعايه السليمه بدون تحصينات. اما لو عاوز تحصن سنة تحصينات اقرب دكتور بيطري هيدي لك على جميع التحصينات ومواعيدها. السؤال اللي بعده، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندنا عجة ولدت وكان ضرعها أصاب تليف، ربما تليف قديم لكن لأني بشتريها جديد. شاطر من ضرع يحلب والشاطر آخر لا يحلب، هل يوجد علاج؟ للأسف طالما الضرع ما فيهوش ولا نقطة لبن خلاص، ما فيهوش حليب، جاف كده، حالة تليف ملوش علاج، ده ملوش علاج خلاص كده. أصبحت العرب يقولوا عليها شطور، أو معرفش كل بلد بتسمي اسم، في العرب عندنا في مصر بيسموها شطور، يعني بز واحد او بحلمه واحد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عندي خروف بيعمل صوت من فمه وهو بياكل، اديته جرعه ديدان واديله ايفوماك. والله انا مش فاهم سؤالك بالظبط، ممكن يكون عنده التهاب في الجيوب الانفيه محتاج مضاد التهابات او مضاد حيوي تنفسي، لو في افرازات من الانف سد انفه، فبالتالي بيجي ياكل ما بيعرفش ياكل، ما بيعرفش يقفل بقه لانه عاوز يتنفس، فبيتنفس من فمه فبيطلع الهواء من فمه في العلف بيعمل صوت. ولكن ده اللي انا واصل لي من سؤالك، وسؤالك مش واضح بس ده انا واصل لي، عنده ممكن عنده التهاب في الجيوب الانفيه او في افرازات في الانف سد الانف بتاعته فبيتنفس من بقه فبيطلع الهواء بيعمل صوت من فمه، ده مضاد التهابات مع مضاد حيوي. السؤال اللي بعده، ايه الامراض اللي افصل فيها بين الخرفان علشان العدوى؟ قاعده عامه، لازم يكون عندك لو مزرعتك كبيره لازم يكون عندك جناح للعزل، جناح للعزل يعني اي مرض يصيب الغنم، اي غنم مريضه، اي غنمه مريضه لازم تتنقل لجناح العزل، اي مرض سواء معدي او غير معدي، معدي او غير معدي، اي حاله مرضيه لازم تتنقل لجناح العزل، يتم مراعاتها وعلاجها واعطاء العلاج اللازم والادويه اللازمه والاكل اللازم، لانها ممكن تكون ضعيفه مش قادره تاكل في وسط الغنم فتزيد تتعبها، لازم تنعزل لوحدها عن القطيع سواء مرض معدي او غير معدي، دي قاعده عامه. ايه الامراض اللي استبعد عن الذبيحه ما ينفعش تاكل؟ طبعا ده تساله الدكتور بيطري يقول لك بالتفصيل ايه الامراض عامه، ولكن انا اعرف في مرض يعني مثلا في امراض بتعدي البني ادمين زي مرض مثلا السالمونيلا وانفلونزا الطيور، وحتى البلا اللي احنا مبتلين به اليومين دول الكورونا، حتى هي مصدرها مصدر حيواني، المرض ده انتقل الانسان عن طريق الحيوان. ولكن في امراض بتنتقل الحيوان وهو حي، مخالطتك مع الحيوان زي السالمونيلا او انفلونزا الطيور، عن طريق دخول الميكروب عن طريق من الحيوان للإنسان بأي طريقة، ماء ملوث، أكل ملوث، إيديك ملوثة ورحت تاكل من غير ما تغسلها، جرح وأصابه الميكروب من الغنم، دي كل دي أمراض عن طرق انتقال المرض من الإنسان للحيوان، طالما المرض بينتقل للإنسان فدي طريقة. وفي طريقة لكن الإنفلونزا الطيور أو السالمونيلا بمجرد ما تذبح الغنم وتطيبها كويس بيختفي، سواء غنم سواء طيور، طبعا انفلونزا الطيور بتكلم على الحيوانات عموما ما بتكلمش على غنم بس، انفلونزا الطيور او السالمونيلا طائر او حيوان مصاب بيها السالمونيلا مثلا وذبحته وطيبته كويس مفيش منه مشكله، اللحمه بتتاكل عادي، اللحمه بيتم لحمتها طبعا بتتاكل مفيش منها مشكله، لان الميكروب بيموت في درجه حراره 60 50 70 بيموت اثناء الطهي. اما في امراض بتتعدم اللحمه نهائي تقريبا على ما اذكر زي مرض السل تقريبا، لازم اتاكد من بس تقريبا هو مرض السل. الخلاص يعني العلامه المميزه حتى لو كان اسم المرض مش هو، العلامه المميزه اللحم الاحمر بتاعه بتلاقيه فيه نقط كريات بيضاء داخل عضلات داخل الياف اللحم داخل اللحمه نفسها، يبقى فيه كريات بيضاء، دي حويصلات المرض، حويصلات بتاعت الميكروب، مستعمرات الجرثوميه دي. اللحمه بالكامل بتترمي في الزباله، ما ينفعش غير صالحه للاستخدام الادمي. عندي معزه جبتها من عشر بقى لها 3 شهور وبنتها لسه بترضع، من العلم بنتها مولوده من 7 شهور، هل ده غلط في الام علشان الحمل؟ طالما الطبيعي الام اول ما العشر بتاعها بيكبر 3 شهور وتدخل في شهر بتفطم بنتها طبيعي، لان طبيعي لبنها بيقل
بدون تدخل منك طبيعي هي بتخليش بنتها ترضع منها. لما العشر يكبر ولبنها يقل، طول ما هي فيها لبن بتخليها بتقف لها وترضع، طول ما الام فيها لبن وبنتها معاها بترضع منها على طول. امتى هي بتفطبها؟ لما طبيعي الجنين في بطنها يكبر ولبنها يخف، هي ما بتقفش لبنتها، بتخليهاش ترضع منها. فطالما فيها لبن هي هتقف، ما فيش فيه غلط منه ان شاء الله، فيش منه اي مشكله عادي. المعزه جبتها من عند العشار بقالها 3 شهور وعايز اعرف فيها حمل ولا لا. والله انت نفس السؤال برضك رسال السؤال اللي فات. المعزه عشر 3 شهور، لو هتجس بايدك بتحط ايدك فوق الضرع كف ايدك، ويستحسن يكون وهي صايمه قبل الفطار الصبح، تحط ايدك فوق الضرع بتاعها وترفع ايدك فوق وتنزل مره واحده. لو لقيت زي كان طبط كوره زي الكوره بتنزل على كف ايدك، ده العشر. في الشهر الرابع بتلاقي عض، بتحط ايدك بترفع بتحس عض، بتحس بالعض، ده كده عشر اكيد. وطبعا هي ليها 3 شهور، لو انت عارف علامات الصروف انها تبقى واقفه للعوزه الذكر يعني طالبه الذكر بتقف، وبتبقى بتكون ليها علامات قصدي يعني، بيكون في سلب ابيض شفاف، افرازات شفافه نازله من الحيه بتاع الحيه، بيكون منفوخ متورم. دي لو ما حصلتش خلال 3 شهور يبقى ان شاء الله باذن الله تكون حامل معاك. السؤال اللي بعد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كميه العلف والبرسيم المناسب للاغنام، كميه العلف والبرسيم بالنسبه للعلف المركز في التسمين المفتوح، تسمين سريع 3% من وزنه، 1.5% الصبح و1.5% بالليل، ده بالنسبه للعلف المركز. البرسيم من ضمن المواد الملقى او الماده الملقى عموما، ده لحد الشبع بعد وجبه العلف. البرسيم او الماده الملقى بعد وجبه العلف المركز لحد الشبع، كميه ما بحددهاش انها تختلف من ماده ملقى للتانيه. تبن فول غير تبن فاصوليا غير تبن القمح غير تبن القمح والشعير غير تبن العرش السوداني، كل ماده بياكل منها كميه معينه، لان في اتبان او مواد ملقى بيتبقى منها اجزاء لا تؤكل، فما ينفعش احسب لك بالميزان وفي الاخير هو بياكل جزء صغير منها والباقي بيقعد، لا بتتحسب حتى الشبع، مادة الملأ لحد الشبع. الأدوية الوقائية للمواليد والأمهات، والله أدوية قدر المستطاع ما بحبش حاجة اسمها وقائية نهائي، أكتر من حقن الأيفوما اللي هي الطفيليات الداخلية والخارجية، عشان دي ما بتخليش العلف يروح في الجسم، العلف بيبقى رايح في الزبالة. الطفيليات الداخلية والخارجية اللي هي الديدان المعدية، الديدان الرئوية، الديدان الكبدية، نغف الأنف، جرب الجلد، الجراد، البراغيث، كل دي طفيليات داخليه وخارجيه. بيقضي عليها الايفوماك، الايفرماكتين، الايفرماكتين السوبر بيتحقن تحت الجلد 1 سم كل 50 كيلو بيقضي عليها، وبيتعاد بعد 20 يوم وخلاص على كده. ده ضروري في تنظيف. اما ادويه وقائيه ما بحبش استخدم ابر الا لضروره، الا لحاله مرضيه ظاهره قدامي. انت طالما مدي الايفرماكتين ومدي شربه زياده تاكيد، تخلص من الطفيليات الداخليه والخارجيه، وبتعرف علفه كويسه والمكان كويس للغنم، تهويه كويسه، ارضيه ناشفه نظيفه، ان شاء الله الغنم بتكون احلى مناعه، لا تحتاجش اي ادويه ان شاء الله خالص، لا تحصينات ولا ادويه باذن الله. عمر النعجه الافتراضي يعني لحد كام عمرها وهي بتولد؟ النعجه طالما نعجه كويسه وولاد ووالدتها كويسه وسقوها لبنها كويس، يبقى تسيب النعجه لغايه ما تموت. أما عاوز تسأل عمرها كام سنة؟ يعني متوسط 7-8 سنوات، 7-8 سنوات تزيد وتقل على حسب صحتها، على حسب مراعيتك ليها، علفتك ليها، على حسب الأكل بتاعها، على حسب المراعية بتاعتك ليها، مشبعهم ولا جعانين ضعفانين. في عوامل كتير بس بديك إنك مهتم بالغنم من 7-8 سنوات متوسط. عندك تعداد المشاركة؟ والله السؤال ده ان شاء الله بجاوبك عليه على الخاص ان شاء الله، ابقى نجاوبك عليه كتابه ان شاء الله. دراسه مشروع الماعز الشامي ان شاء الله، دراسه مشروع غنم عموما تشمل ماعز شامي، ماعز بلدي، اغنام، ان شاء الله هعمل دراسه جدوى ان شاء الله قريب. عاوز اعرف نسبه التبن في العلف، يعني كام ياكل تبن الغنم الانثى؟ وزن حوالي 50-60 كيلو ماده تبن عدس وتبن شعير. زي ما قلت من السؤال من شويه، الماده الملقى ما بتحددش بالكيلو لحد الشبع،
لحد الشبع. انت لو بما انك هتخلط ابن الشعير ما بيتاكلش حاف، ما بيتاكلش لوحده، هتخلطه على العلف، ممكن تخلط بنسبة 20% وتشوف 20% وتشوف، يعني 20 لـ25%. انا حطيت كيلو علف تحط عليه ربع كيلو شعير، تبن شعير، وتشوف الغنم كلته بالكامل، ممكن تزود تبن الشعير شوية كمان. لا اكلت العلف بالكامل وسابت بواقي شعير في المعلف، يبقى كده حط نقص تبن الشعير. يبقى زي ما قلت ده لحد الشبع، الكمية لحد الشبع. اما لو هو منفصل مادة مالها بتتاكل لوحديها، انت ممكن تأكل لغاية الشبع. يعني مثلا زي الدريس اللي هو البرسيم المجفف او عرش السوداني، ممكن تديه بعد وجبة العلف، بيتاكل بصورة منفردة، تاكل فيه او تبن الفاصوليا، تاكل لحد الشبع، ما ينفعش تحدد له كمية معينة. انا عندي ارض هزرعها برسيم حجازي ودورة، هل التربية عليها فقط سواء امهات او تسمين ينفع؟ امهات ماشي، لكن تسمين لا، تسمين لازم من العلف المركز. هل مشروع الماعز العشر افضل ام النعاج العشر؟ على حسب المكان اللي انت هتسوق فيه، على حسب سوقك. يعني مطلوب منك معيز هتخليك في المعيز، مطلوب منك نعاج هتخليك نعاج، ولكن عموما الافضل هو النعاج. يعني لو هتكلم بصورة عامة، تسمين خرفان ايوم افضل، خروف عمر شهر ولا اشتري عمر 6 شهور عشان تبدأ تسمين؟ طبعا من 3 لـ4 شهور هو الافضل، من 3 لـ4 شهور يكون شبعان لبن، وزنه ما يقلش عن 20 كيلو. اما خروف عمر شهر ده امراضه ومشاكله كتير كتير كتير، اذا ما كانش عندك خبرة كويسة مش هتعرف تطلعه ابدا. انصحك ما تجيبش اقل من 3 لـ4 شهور، شهر ده لسه بيرضع. السؤال بقى، انا اليوم اشتريت 20 خروف وزن 40، شو لازم اسوي؟ اول شيء، اول عشان تعرف بالتفصيل ارجع للقناة، فيديو استقبال الاغنام، في سلسلة، سلسلة مشروع تسمين الاغنام، في فيديو اسمه استقبال الاغنام، سيبك منه كلام نظري، خش على فيديو تاني في سلسلة مشروع تسمين الاغنام، دور على الحلقة، الحلقة تقريبا التالتة او التانية، استقبال الاغنام، اتفرج عليها تعرف بالتفصيل هتعمل ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن حاجة وسط تنشيط التسمين لان الغنم مش بتحول كويس؟ الغنم مش بتحول كويس ليها اسباب كتير كتير جدا، ارجع لفيديو في القناة كيف تستطيع الحصول على اعلى معدل تحويل للاغنام، كيف تستطيع الحصول على اعلى معدل تسمين للاغنام، ارجع للفيديو في القناة اسمعه، ان شاء الله هتوصلك المعلومة بالتفصيل. العافية يا احمد حواش. الخروف عنده سيران في الانف وعينيه بالدم، عامل ايه؟ لو الخروف صحته كويسة وبياكل كويس الاكل ونشاطه تمام التمام، بس في سيران في الانف وعينيه، بالنسبة للعين لو لقيتها حمراء فيها هيجان على طول فيها دموع، تحتاج قطرة معقم بشري، قطرة اسمها ديكساترول او اوبتيديكس بشري، واقطر له في عينيه لحد ما تنشف. اما سيران الانف ممكن يكون بسبب الدموع في العين، عالج العين الاول وبعد كده نشوف السيران لسه شغال، هتدي مضاد حيوي زي فلور فينيكول، بس الاول عالج العين الاول، عالج العين الاول فقط لا غير، جيب قطرة بشري واطر له فيها لحد ما تخف العين، وبعد كده شوف لو السيران موجود احقن فلور فينيكول. عندي نعجة بترفع رجلها من الارض، اعمل ايه؟ بترفع رجلها تقلب في رجليها، ممكن تكون مخبوطة، ممكن تكون مكسورة، ممكن يكون الضافر من تحت، نظف الضافر مطرح تلامس الضافر مع الأرض، حكه كويس ونظفه تمام لا توصل للجزء الإسفنجي، شوف لو في بودرة بيضة زي الدقيق، دي عبارة عن فطريات بيسموها سوسة، بتحتاج علاج، تنظفها وتنظفها كويس وبمية بخل وزنجارة اللي هي كبريت النحاس، وتنقع الرجل فيها وتدعكها كويس يومين ثلاثة لحد ما تخف، لحد ما البودرة دي تختفي. أو ممكن يكون في خراج في الضفر نفسه، ممكن يكون في ألم في المفاصل، ففي أعراض كتير، فأنت شوف ودور على حسب الكلمة تقولك وشوف إيه اللي فيها، وابعت لي سؤال تاني هنجاوبك إن شاء الله بالتفصيل، ابعت لي الأعراض اللي أنت شفتها. يعني
أفضل محصول ممكن أزرعه كعلف أو مادة ملأ الخرفان للتسميد بحيث يأكلون منه كما هو في الأرض بدون حصاد. أفضل حاجة البرسيم الحجازي والذرة، البرسيم الحجازي والذرة ومعاك القمح والشعير، أربع محاصيل دول. طبعا القمح لو اعتبرناه كغذاء بني آدمين في الدول العربية كلها بياكلوا شعير، لكن احنا في مصر في جزء عرب مطروح بيعتمدوا على القمح كغذاء للأغنام. بس أنا بقول لك أربع محاصيل دول ممتازين: ذرة، شعير، قمح، برسيم، برسيم حجازي. طبعا انقصهم مصدر بروتين زي الفول، زي زرعت فول بلدي او فول صويا يبقى كده 100% محصولك كامل. اما اقلهم تزرع برسيم وذرة والباقي تشتري من بره، مفيش مشكلة. برسيم حجازي وذرة بس ما ينفعش وهو في الارض، الافضل انك تحش عشان ما يقلعوش الجدر بتاع البرسيم والزرعة بتاعتك تخرب. الافضل مفيش حد بيطلق برسيم غير في الوش الاخير خلاص قبل ما يقلبها، قبل ما يحرق الارض. فمن ناحيه بدون حصاد، لا لازم الحصاد، ازرع برسيم حجازي وذره. عندي اربع خرفان درجه حراره 43، وبعد ما تضحي افلام درجه حراره تنزل 39 تطلع تاني. اول حاجه، هل الغنم قطع اكل ولا لا؟ الغنم لو مش قطع، لو قطع اكل تبقى الغنم سخنه. اما الغنم الخروف حرارته 42 ده مات، وثلاث ايام حرارته 42، لا ده كان مات من زمان. حرارته 42 ده مات من زمان، حرارته 42 وثلاث ايام ورا بعض وحرارته 42. عشان تعرف الخروف سخن ولا لا، سيبك من الترمومتر، عشان تعرف الخروف سخن ولا لا، مفيش خروف سخن بياكل، الخروف السخن بيقطع اكل. قاطع اكل ممكن انت بتدي له علفه جامده، الخروف السخن بيبقى قاطع اكل على طول. خروف قاطع اكل تحط ايدك عليه مجرد ما تحسه، بس تحت رقبته تحسه من تحت الليه، هتعرف ان في حراره ولا لا، هتعرف ان هو سخن ولا لا، هتلاقيه سخن. الخروف طالما قاطع اكل ما بياكلش، بيبقى جسمه بارد لانه ما بيتغذاش، العلف هو اللي بيسخن الخروف، الوقود بتاعه ما فيش، فجسمه بيبرد. فهو لو قاطع اكل وحطيت ايدك عليه لقيته سخن، اعرف ان ده سخن من غير ما تحط ترمومتر. عاوز ياخد ضخافه حراره اللي هو الدفلام ضخافه حراره. لا والله الخروف بياكل بس بحط ايدي عليه سخن، العلف مسخنه، الجو مسخنه، الخروف عليه صوفه وسخن واكل علف تقيل بيسخن، بيعرق في عز الشتاء في شهر واحد بيعرق، ده طبيعي، فما فيش منه اي مشكله. انما طالما بياكل قلنا يبقى ده مش سخن، ما تعتمدش على ترمومتر، لان ممكن الترمومتر بتاعك بايظ، الترمومتر بتاعك ممكن يكون بايظ. انت بتدي حراره 42 نزل 39 لما تدي فلاب، طبعا الترمومتر لو خربان لازم تدي فلاب، لازم ننزل حراره. فانت لو الخرفان قطع اكل يبقى هي سخنه، اديت الدفلام، هنفترض ان الخرفان قطع اكل، ان انت مش محدد الخرفان قطع اكل ما بتاكلش، والحراره اديت مضاد حيوي واديت دفلام، بترجع تنزل حراره وبعدين تطلع تاني، يبقى انت المضاد الحيوي بتاعك لازم تغيره، المضاد الحيوي بتاعك لازم تغيره، المضاد الحيوي بتاعك مش جايب نتيجه. الدفلام بينزل حراره والمضاد الحيوي هو اللي بيقضي على سبب ارتفاع الحراره، اللي بيسبب ارتفاع الحراره، الميكروب اللي بيسبب ارتفاع الحراره. فانت اديت مضاد حيوي والدفلام نزلت وبعد كده طلع الثاني، مفعول الدفلام 24 ساعه وبيختفي، ورفع الثاني معنى كده المضاد الحيوي بتاعك مش جايب نتيجه، غير المضاد الحيوي. السؤال اللي بعده، دواء ديدان وشرب ديدان امنع العشار واللبن. والله امنع العشار، انا العشار ضد استخدام الادويه سواء العشار سواء سليم، بس طبعا العشار حاله خاصه ما بتديهاش غير للحاله القصوى. فانت لو الحاله تستدعي انت عاوز تدي شربه عشان تقضي على الطفيلات الداخليه والخارجيه للديدان، تقضي على الديدان يعني، لو عاوز تدي شربه للديدان. الحاله العشار لو لقيت تستدعي لبعد الولاده يبقى اجلها لبعد الولاده، اجلها لبعد، يعني مثلا عشر في الشهر الثالث او الرابع وحالتها كويسه وصحتها كويسه، لا استنى على ما تولد وبعد كده اجرعها اديها الشربه بعد الاسبوع الثاني ولا حاجه، تشد حيلها كده من الولاده واديها. لا والله الحالة ما تستدعيش، الأم ضعفانة وهزيلة وتعبانة وفي علف وكل حاجة، بس هي الأكل مش ظاهر عليها، يبقى معنى كده أكيد فيها ديدان لازم تاخد. فهتدي ليفافلوك أو تراي ميك، لو أنت في مصر دي الأسامي متوفرة عندنا وشاربة كويسة عن تجربة. ليفافلوك أو تراي ميك كويسة بتجيب نتيجة ممتازة. أما حكاية أنا قلت لك الآمن ده على حسب الحالة، يعني ممكن تدي الشرب ممكن يعمل مشكله. في حاجه اسمها، ايوه الاول، في حاجه اسمها ديكتوماكس امن للعشار، حق هو مضاد للطفيليات الداخليه والخارجيه ما عدا الديدان الكبديه.
يعني بيقضي على جميع انواع الديدان والطفيليات بدون الديدان الكبديه، بيتاخد معاه فاشوليت او فاشولار اللي هو للديدان الكبديه. الديكتوماكس امن على العشار. حق هل الاوكسي يخفف الحليب عند الحقن في الاغنام؟ الاوكسي بيتفاعل مع الكالسيوم في العلف، الاوكسي بيتفاعل مع الكالسيوم في الجسم عموما، فبالتالي بيعمل نقص في عنصر الكالسيوم، بيعمل نقص في عنصر الكالسيوم في الجسم، فبالتالي بيأثر على الحليب. فالافضل انك تبعد عن الاوكسي في حاله الامهات الحليب، الامهات اللي بتحلب يفضل تستخدم مضاد حيوي غير الاوكسي، استخدم بنسلين طول المفعول. عندي خروفين الضفر بتاعهم بيجيب ماده بيضة وبيعرجه كل ما فضلت ملي تاني، اعمل ايه؟ تعصره تفضيه كويس وبعد كده ترشه بتادين او جنتيان اللي هو المس الازرق، اي مطهر عندك تطهره يوميا، بس في نفس الوقت لازم تحقن مضاد حيوي. ازاي؟ الاوكسي تتراسايكلين اللي هو اوكسي طويل المفعول، احقنه يوم ويوم، يعني حقنت النهارده سيب بكره وحقنه بعد بكره، مرتين او ثلاث مرات، يعني احقن مرتين يوم بعد يوم. في اليوم الخامس لقيت الضفر نشف كويس خلاص تمام، ما تحقنش تاني اوكسي. الاوكسي كويس في حاله الخراريج، ده يعتبر خراج، فيهم خراج في الضفر. اعصر الضفر كويس، حط مطهر موضعي بتدين او جنتيانا لو المس الازرق، واحقن اوكسي طويل المفعول يومين او مرتين او ثلاث مرات يوم بعد يوم. السؤال اللي بعده، السلام عليكم باشمهندس عبد الرحمن، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بصراحه انا اتكلمت كتير عن التغذيه وطريقه عمل الاعلاف، قناه غنيه بالمعلومات، واللي عايز يستفيد يرجع الفيديوهات. انت اتكلمت من بدايه انتشار الاغنام. على العموم الله يبارك فيك، هو بس بينوه يعني ان اللي عاوز اجابه يرجع للفيديوهات. ماشي، احنا مفيش مشكله. النقطه زي ما انت شفتني في الاسئله الاجابات اللي فاتت، اللي عاوز اجابه بتكون طويله وعارف اجابه طويله وبيدي سؤال، بوجهه على الفيديو يسمع بالتفصيل عشان لضيق الوقت. يعني انا دلوقتي بحاول بقدر الامكان، هو الفيديو طول منين اهو، الفيديو كده 27 دقيقه كتير، بس بنحاول قدر المستطاع ما نسيبش حاجه يعني، وفي نفس الوقت نوصل لك المعلومه كامله قدر المستطاع. وانت طلبت يا ريت تبدا مرحله ثانيه زي ما قلت انت في فيديو سابق، عمل مدشه وعمل خلاط اعلاف ان شاء الله باذن الله مع بعض، بس الظروف تسمح، بس ان شاء الله كله هيجي باذن الله في وقته ان شاء الله. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مزود منك كتير وعملت قناه، ممكن تساعدني تشترك في قناتي؟ والله مفيش مشكله، ابعت لي الرابط، بس انت لو بعت رابط كنت تغطى عليه، ابعت لي رابط القناه مفيش اي مشكله ان شاء الله، اعمل لك اشتراك القناه. وفي النهايه طبعا ما تنساش لو عندك اي سؤال تكتبه اسفل الفيديو النهارده، وهيتم الاجابه عليه في خلال 24 ساعه الى 48 ساعه زي الفيديو ده كده ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.